الصحة تغلق مستشفى شهير في صنعاء وتوضح لليمنيين سبب إغلاقه. إليكم تفاصيل الخبر. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أوضح مصدر مسؤول بوزارة الصحة أنه تم إغلاق مستشفى يوني ماكس بأمانة العاصمة بناء على البلاغات بشأن خروج إدارته عن القيم الأخلاقية لمهنة الطب إلى الأسلوب التجاري المحض في التعامل مع ذوي الجثامين المتوفين. وأشار المصدر إلى أن القرارات جاءت بناء على تقرير اللجنة الفنية المشكلة من الوزارة والمكونة من وكيلي قطاعي الوزارة لشؤون السكان والطب العلاجي وكذا مدير عام مكتب الصحة بأمانة العاصمة بشأن احتجاز المستشفى جثامين المتوفين على خلفية مطالبات مالية متجاوزا بذلك معايير الكرامة الإنسانية الواجب اتباعها وأخلاقيات مهنة الطب التي تعلو على أي اعتبار. وأضاف أن الوزارة أحالت إدارة المستشفى إلى المجلس التأديبي بشكل فوري وملفات جثامين المتوفين إلى المجلس الطبي للتحقيق عن كل حالة، وتم إغلاق المستشفى حتى استكمال إجراءات التحقيقات بعد